Introduction to acid base balance. Introduction to acid base balance by دكتور خالد عبد الفتاح ابو الفضل. النهارده ان شاء الله هنتكلم في بداية موضوع غاية في الأهمية، حاجة اسمها acid base balance. في أهداف النهارده محتاج أعرفها، وبعد كده في المرات القادمة اللي هيعيش إن شاء الله نكمل هذا الموضوع المهم جدا اللي هو الأسيد بيز بالانس. الأهداف بتاعتي أو الإنتندد ليرنينج أوتكمز اللي محتاج أعرفها، أول حاجة عايز أعرف ديفينيشن لحاجة اسمها البي اتش، تاني حاجة منشن سورسز أوف هيدروجين أيونز إن ذا بودي، وأخيرا ايدنتيفاي امبورتانس اوف هيدروجين ايونز ان ذا بودي. يبقى محتاج اعرف ديفينيشن للبي اتش، محتاج اعرف السورسز اوف هيدروجين ايون ان ذا بودي، محتاج اعرف الامبورتانس اوف هيدروجين ايون ان ذا بودي. طيب اول جزئيه هتكلم عنها اللي هي البي اتش. قبل البي اتش في كلمتين صغيرين محتاج افهم. اول حاجة افتكر حاجة اسمها البادي كومبارتمنتس. البادي كومبارتمنتس، واحنا بناخد انترودكشن في الفيسيولوجي في البداية خالص عرفنا ان البادي كومبارتمنتس بنقسمها لحاجتين اساسيتين، حاجة اسمها اكسترا سيلولار فلويد وحاجة اسمها انترا سيلولار فلويد. يعني انا عندي سيل اهي، سيل فرحة، سيل تالتة، بينهم وبين بعض انترستيشن اللي ممكن الاقي فيه كابيلاريز وبلاد فيسلز. كابيلاريز جوه السيل حاجة اسمها الانترا سيلولار كومبارتمنت، وبره السيل حاجة اسمها اكسترا سيلولار كومبارتمنت. وعرفنا ان الاكسترا سيلولار كومبارتمنت والانترا سيلولار كومبارتمنت هلاقيه فيه ايه؟ ايونز. والايونز ديت هل هي ايكوالي ديستريبيوتد في الاكسترا سيلولار والانترا سيلولار؟ طبعا لا. ومن ضمن الايونز اللي هلاقيها في الاكسترا سيلولار كومبارتمنت والانترا سيلولار كومبارتمنت حاجه زي الصوديوم، بوتاسيوم، كالسيوم، كلورايد، بيكربونات اكسترا. ومن ضمنها برضك هلاقي حاجه اسمها الهيدروجين ايونز. يبقى الهيدروجين ايونز ده نوع من الايونز اللي هلاقيها، اللي ممكن الاقيها فين؟ في الاكسترا سيلولار كومبارتمنت وفي الانترا سيلولار كومبارتمنت. يبقى دي اول حاجه عايز اعرفها، ان في حاجه اسمها بادي كومبارتمنت، حاجه اسمها اكسترا سيلولار كومبارتمنت وانترا سيلولار كومبارتمنت، في ديستريبيوشن للايونز موجوده فيهم عن ايكوال ديستريبيوشن. من ضمن الايونز اللي ديستريبيوتد في الاكسترا سيلولار والانترا سيلولار كومبارتمنتس اللي هو الهيدروجين ايونز، وهنفهم اهميته ان شاء الله النهارده. تاني حاجه محتاج اعرف حاجه اسمها اللوجاريتم تو بيز 10. الاول لو انا قلت ان العشرة بتساوي ايه؟ 10 باور 1 اللي هي 10 اس 1. طيب ال 100 تساوي 10 اس 2، ال 1000 بتساوي 10 اس 3، وهكذا 10 تساوي 10 اس 4. اللوجاريزم تو بيز 10، لو انا قلت اللوجاريزم تو بيز 10 لل 10 هيساوي ايه؟ يبقى اللوجاريزم ال 10 تو بيز 10 يساوي 1، لوجاريزم المية هيساوي ها 2، لوجاريزم الألف يساوي 3. بمعنى لو أنا قلت الهيدروجين أن كونسنتريشن بتساوي مثلا 10,000، يبقى لوجاريزم الهيدروجين أن كونسنتريشن يساوي كام؟ هيساوي لوجاريزم العشرة أس 4، يعني يساوي 4.
يبقى انا عرفت يعني ايه لوجاريزم 2 بيس 10. يعني انا بشوف العدد ده اس كام، 10 اس كام، 10 اس 2 يبقى اللوجاريزم يساوي 2، 10 اس 5 يعني اللوجاريزم يساوي 5 وهكذا. يبقى انا عرفت كلمتين دلوقتي ايه هما البادي كومبارتمنت، وعرفت يعني ايه اللوجاريزم تو بيس 10. ادخل بقى في الديفينيشن بتاع البي اتش. بي اتش تكامل حاجتين، حاجه اسمها بي وحاجه اسمها الاتش. الاتش اللي هي الهيدروجين ان كونسنتريشن. طب البي هي بتمثل النيجاتيف لوجاريزم تو بيس 10 اوف هيدروجين ان كونسنتريشن. يبقى البي اتش تساوي ماينس لوجاريزم اوف هيدروجين ايون كونسنتريشن. الماينس دي معناها اخلي الهيدروجين تساوي ايه؟ واحد على الهيدروجين ايون كونسنتريشن، يعني معناها لوجاريزم اوف واحد على هيدروجين ايون كونسنتريشن. يبقى البي اتش هي عباره عن النيجاتيف لوجاريزم اوف هيدروجين ايون كونسنتريشن. نيجاتيف لوجاريزم اوف هيدروجين ايون كونسنتريشن. كلام كويس. لما اقول ان البي اتش بتساوي لوجاريزم واحد على الهيدروجين ايون كونسنتريشن، معناها ان البي اتش هتتناسب ايه؟ طردي ولا عكس مع الهيدروجين ايون كونسنتريشن؟ يبقى عكس. يبقى اول ملحوظه لاحظها لما عرفت الديفينيشن بتاع البي اتش هو ان البي اتش از انفيرسلي بروبورشنات مع الهيدروجين ان كونسنتريشن. يعني لو زاد الهيدروجين ايون كونسنتريشن معناها هتقل البي اتش، يعني معناها يحصل حاجه اسمها اسيدوزس، والعكس لو قل الهيدروجين ان كونسنتريشن معناها يزيد البي اتش، معناها يحصل الكالوز. كلام كويس. ومن كلامي عن اللوجاريزم عرفت ان التشينج اوف 1 بي اتش يونت ريبريزنتس 10 باور 1 تايمز تشينج ان هيدروجين ان كونسنتريشن. لسه قايل ان اللوجاريزم بيساوي لي ايه؟ الباور بتاع التن اللي عندي. لو 10 باور 1 يعني اس 1 يبقى هي بتساوي 10 10 اس 3 يبقى البي اتش هتساوي، يبقى الايه الباور بتاعتي اللوجاريزم هيساوي القيمه هتبقى 3. يبقى التشينج اوف 1 بي اتش يونت ريبريزنتس 10 باور 1 تايمز تشينج ان هيدروجين ايون كونسنتريشن. الاثنين بي اتش يونت تشينج تساوي 10 اس 2 يعني معناها 100 تايمز تشينج ان هيدروجين ايون كونسنتريشن. طيب لو خدنا مثال للبي اتش اللي هو البلاد بي اتش هيساوي ايه؟ 7.35 الى 7.45، والافرج بتاعنا 7.4. يعني لو بصيت على الصوره اللي قدامي كده يبقى انا هلاقي ان النورمال بلاد بي اتش ما بين 7.35 7.45، الافرج بتاعي 7.4. لو البي اتش قلت عن 7.35، لو البي اتش قلت عن 7.35 معناها ان في اسيدوزس. لو البي اتش زادت عن 7.45 معناها ان في الكالوز. كلام كويس. امال البيور ووتر البي اتش بتاعتها كام؟ بتساوي 7، يعني معناها نيوترال. يبقى اقدر اقول ان البلد نورمال اسيديك ولا الكالاين؟ الكالاين. اذا كان ان البي اتش تساوي 7 نيوترال، يبقى اما تكون البي اتش تساوي 7 نيوترال معناها ان اقل من 7 تبقى اسيديك، واكبر من 7 الكالاين. امال ايه الفرق بكلامي ده والكلام اللي انا بقول ان اقل من 7.35 اسيدوزس
واكبر سبعة 45%. الكالوز بقول ان نورمالي البي اتش اوف ذا بلاد 7.35 ل 7.75، ده النورمال، هو نورمالي الكالاي. لو قالت عن 7.35 يعني ماشي في اتجاه الاسي دوزس، زادت عن 7.45 معناها انا ماشي في اتجاه الالكالوزس. كلام كويس. يبقى انا اول حاجه عرفت البي اتش، عرفت الايه يعني ايه ديفينيشن لها، وعرفت النورمال بالانس. تاني هدف ليه عايز اعرفه، ايه هي السورسز اوف هيدروجين ايون ان ذا بودي. سورس اول حاجه فكر فيها انجيشن، الحاجه اللي انا باكلها هل ممكن تدينا هيدروجين ايون؟ قال لك اه، انا ممكن اكل اكله تعمل لي اسيدوزيس. اه، انجيشن اوف اسيد زي الليمون، واحد قاعد ياكل ليمون ده يزود الهيدروجين ايون. واحد بياخد اسيديفاينج سولتس زي الامونيوم كلورايد، يبقى برضك هيزود الهيدروجين ايون، يبقى انجيشن. تاني حاجة اكسيديش، احنا كلنا اكل اورجانيك فود، بروتين، ليبيد، وبدأ يحصل له ميتابوليك تشينجز في البادي زي الاكسيديش، ممكن يديني هيدروجين ايون. يبقى اكسيديشن اوف كربون اللي موجود في الاورجانيك فود انجستد ده ممكن يكون سورس للهيدروجين ايون. Oxidation of sulfur and phosphorus in proteins and lipid ingested ده برضك ممكن يكون ايه؟ source للهيدروجين ايون. وبالتالي لو واحد بياكل بروتينات كتير، واحد بياكل لحوم كتير، هيبقى عرضه لايه؟ لان الهيدروجين ايون تزيد في جسمه، يعني معناها يحصل acidosis، يبقى excess ingestion او high protein diet هيديني اسيدوز. يبقى اكسس انجيشن اوف بروتين او الهاي بروتين دايت هيدي اسيدوزس. يبقى اول حاجه قلنا انجيشن اوف اسيدز واسيدفاينج سولتس، تاني حاجه اوكسيديشن اوف كربون ان اورجانيك انجستد فود، او الاوكسيديشن اوف سلفر اند فوسفورس ان انجستد بروتينز اند ليب. تالت حاجه عندي انيروبيك جلايكوليسيس ان ماس، انيروبيك ركز ان ايروبيك، بتتكون من مقطعين ان وايروبيك. ايروبيك يعني في هواء، في اكسجين، ان يعني ما فيش، يبقى انيروبيك ان ابسنس اوف اكسجين او ان بريزنس اوف ليس اماونت اوف اكسجين. جلايكوليسيس معناها بريك داون اوف جلوكوز، المصل معناها يبقى ان انيروبيك جلايكوليسيس المصل يعني بريك داون اوف جلوكوز اندر فيو اور ان ايفن ابسنس اوف اكسجين ان ذا مصل. بس هل على طول بيحصل الكلام ده؟ قال لك ويز برولونجد مصل كونتراكشن، المصل كونتراكشن لمده طويله في ايه؟ في ان ابسنس اوف اكسجين، هتعمل انيروبيك جلايكوليسيس وتطلع لي الهيدروجين. Anaerobic glycolysis in muscle with prolonged ايه؟ starvation، واحد في مجاعة. الجسم ايه؟ هيحاول يدور على sources of energy. أول source زي ما نيجي نتكلم إن شاء الله في الميتابوليزم، هيبقى السهل اللي عنده الكربوهيدرات، وده ما بيكفيش حاجة، ده بيخلص على طول، زي بالظبط واحد شرب كوباية عصير. غير ما يكون واحد ايه؟ كل طبق فول. غير ما يكون واحد كل أكلة سمينة. هتفرق طبعا، العصير هيخلص مفعوله بسرعه، هتستهلكه بسرعه. نفس الكلام الكربوهيدرات في الجسم تستهلك بسرعه مع الاسترفيشن، يعني هيبدا الجسم يستخدم ايه؟ الفات. فما يبقى فيه برولونجد استرفيشن هيبقى فيه انيروبيك جلايكوليسيس في المصل، هيطلع لي حاجة اسمها اللاكتيك اسيد، هتزود الهيدروجين ايون كونسنتريشن، يعني هتزود هتقلل لي البي اتش، يعني تعمل اسيدوزس. يبقى السورس الثاني عرفت الانجيشن اوف اسيد اند اسيدفاينج سورس، اوكسيديشن اوف كربون
in organic ingested food and oxidation of sulfur and phosphorus in protein and rapid ingested. عرفت الانيروبيك جليكوليسيس ان ماسل في حالات البرولونجد ماسل كونتراكشن وحالات البرولونجد استرفيشن. اخر حاجه عندي هيدروليسيس اوف هاي انرجي فوسفيت بوند. واحنا بنتكلم على الانرجي سورسز، الواحد العضله عشان تعمل كونتراكشن محتاجه انرجي، عشان يبقى في اكتيفيتي محتاج انرجي، حاجه اسمها انرجي سورسز. والبيلدنج يونت حاجه اسمها الاي تي بي. ومن الانرجي سورسز حاجه اسمها كرياتين فوسفيت. لما يحصل لهم هيدروليسيس هيدوني ايه؟ هيدروجين ايون، فيعتبر سورس للهيدروجين ايون ان ذا بادي. يبقى السورسز اوف هيدروجين ايون ان ذا بادي ممكن يكون عن طريق انجيشن، عن طريق اوكسيديشن لانجستد فود، عن طريق الانيروبيك جليكوليسيس ان ماسل، عن طريق الهيدروليسيس اوف هاي انرجي فوسفيت بومب موجوده في انرجي سورس زي الاي تي بي والكرياتين فوسفيت. يبقى لحد دلوقتي عرفت يعني ايه البي اتش، يعني ايه هي السورسز اوف هيدروجين ايون ان ذا بادي. طيب النقطه المهمه بقى، هل الهيدروجين ايون ده مهم جوه جسمي؟ انا قاعد اقول هيدروجين ايون هيدروجين ايون هيدروجين ايون بيطلع من ايه؟ وفي حاجه اسمها بي اتش. طيب الهيدروجين ايون ده مهم؟ اه طبعا مهم. وانا قلت البادي كومبارتمنتس في حاجه اسمها انترا سيلر كومبارتمنت وحاجه اسمها اكسترا سيلر كومبارتمنت. علشان تعرف هو مهم قد ايه، ده غايه في الاهميه سواء في الانترا سيلر كومبارتمنت او في الاكسترا سيلر كومبارتمنت. والامثله اللي هقولها دي جاست اكزامبلز، يعني ما هيش هي كل الفانكشنز بتاعه الهيدروجين ايون ان ذا بادي، ده جاست اكزامبلز. الانترا سيلولار افكتس اوف هيدروجين ايون هتشمل حاجات كتير جدا، ابسطها ان هلاقي التشينج ان هيدروجين ايون انترا سيلولاري هيأثر على الميتابوليزم اوف ذا سيل. فعلى سبيل المثال الانترا سيلولار الكالوزيس هتقلل حاجه اسمها الجلايكوليسيس، البريك داون اوف جلوكوز هيقل مع الالكالوزيس وبالتالي يزيد مع الاسيدوزس. تمع الالكالوزس هيحصل انهيبيشن لبروسس اسمها جلوكونيوجينيس. جلوكونيوجينيس معناها ايه؟ سينثيسيس اوف جلوكوز فروم نون كاربوهيدرات سورس زي الفات والامينو اسيد. بيحصل لها انهيبيشن برضك مع الالكالوزس. ده مش كده وبس، الالكالوزس اللي موجوده في الانتراسول لو حصلت بتاثر على الايونيك تشانل زي البوتاسيوم تشانل. لو حصل انتراسولار الكالوزس هيحصل اكتيفيشن للبوتاسيوم تشانلز. اولسو التشينجز في الانتراسولار هيدروجين ان كونسنتريشن بتافكت الدي ان ايه سينثيسيس اند سيل بروليفريشن، اثر على السيل نفسها سواء في الدي ان ايه اللي موجود في النيوكليوس بتاعتها تصنيعه او حتى الديفيجن والبروليفريشن اوف ذا سيل، تكاثر الخليه او انقسامات الخليه. يبقى بالتالي الهيدروجين ان كونسنتريشن انترا سيلولي غايه في الاهميه. اللي انا قلتهم دول جاست اكزامبلز، لكن في اذر فانكشنز، يعني في انزيمز انترا سيلولي هيتبقى افكتد بالهيدروجين ايون كونسنتريشن. كلام كويس. طيب لو خدنا اكزامبلز للاهميه بتاعت الهيدروجين ايون فين؟ اكسترا سيلولاري، هلاقي ان الهيدروجين ايون كونسنتريشن بتافكت الفانكشن اوف ذا انزيم اند كونتراكتايل بروتين، بتأثر على الاكتيفيتيز اوف ذا انزيمز اند كونتراكتايل بروتينز، بتأفكت الليفل اوف اذر ايون زي البوتاسيوم والكالسيوم. انا لسه قايل لو الهيدروجين ايون كونسنتريشن
الانتراسيلولاري هيعمل اكتيفيشن للبوتاسيوم شانلز، يبقى بالتالي هيتاثر من البوتاسيوم كونسنتريشن اكسترا سيلولاري وطبعا انتراسيلولاري. طب الكالسيوم قال لك خلي بالك لو في اسيدوزس هيزيد الكالسيوم ايون كونسنتريشن في الايه في الاكسترا سيلولار فلويد، لكن لو في الكالوزس هيقل الكالسيوم ايون كونسنتريشن في الاكسترا سيلولار فلويد، وبالتالي يبقى الهيدروجين ايون كونسنتريشن في الاكسترا سيلولار كومبارتمنت افكت الاذر ايون زي الكالسيوم. مش كده وبس، ده انت عندك الهيدروجين ايون كونسنتريشن اكسترا سيلولارلي بتأفكت ميني هرمونز زي ايه؟ زي الانسولين، زي الابنفرين. الهيدروجين ايون كونسنتريشن بتأفكت ميني هرمون زي مين؟ زي الانسولين وزي الابنفرين، وبتأفكت ميني دراجز زي الديجيتالز اللي بيستخدم في حالات الهارت فيلير. الهيدروجين ايون كونسنتريشن بتأفكت مين اونسو؟ الكاردياك كونتراكتيليتي، الكونتراكتيليتي اوف ذا كاردياك ماسل. ليه؟ لان الاسيدوزس بتقلل الكالسيوم انتري ثرو كالسيوم شانل، وبالتالي الاسيدوزس هتعمل ايه؟ تقلل الكاردياك كونتراكتيليتي، والعكس صحيح. يبقى الكاردياك كونتراكتيليتي افكتد باي هيدروجين ايون كونسنتريشن في الاكسترا سيلولار فلويد. زاد الهيدروجين ايون كونسنتريشن يعني معناها في اسيدوزس هيقل الكالسيوم انتري ثرو كالسيوم شانل، فتقل ايه؟ الكاردياك كونتراكتيليتي. وكنا بنفتكر ان في تنافس ما بين الكالسيوم والصوديوم، لو زاد الكالسيوم يبقى هيقل الصوديوم انفلاكس، يعني يقل الديمولاريزيشن، يقل الكونتراكتيليتي نتيجه ليه ان الاكسايتابيلتي قلت. كلام كويس. الهيدروجين ايون كونسنتريشن في الاكسترا سيلولار كومبارتمنت اولسو افكت الدايمتر اوف ارتريوز. الارتريول اهو ده وليكن ده النورمال، لو صغر بالشكل ده معناها ان حصل فازو كونستريكشن، لو وسع بالشكل ده كبر بالشكل ده يبقى فازو دايلاتيشن. قال لك خلي بالك لو الهيدروجين ايون كونسنتريشن زاد يعني حصل اسيدوزس بتعمل فازو دايلاتيشن في السيستميك سيركوليشن، لكن بتعمل في نفس الوقت فازو كونستريكشن فين؟ في البلمونري سيركوليشن، يبقى بالتالي بتأفكت الدايمتر اوف ارتريوز. مش كده وبس، ده الهيدروجين ايون كونسنتريشن بتأفكت الكوندكشن اوف كارديك امبلس. لما نيجي ناخد الهارت كارديو فاسكولار سيستم ادي الهارت، هلاقي في حاجه هنا اسمها الاس اي نود، هتطلع منها الامبلس وتنتقل عن طريق كونداكتيف سيستم لحد ما توصل للفنتريكلز وتنتشر. انتقال الامبلس من الاس اي نود للاتري او للافي نود والافي باندل وحاجه اسمها الايه؟ رايت وليفت باندل برانشز، ثم تنتشر على امتداد الفنتريكلز، كل دي افكتد بايه؟ بالهيدروجين ايون كونسنتريشن. الاسيدوزس يعني لو زاد الهيدروجين ايون كونسنتريشن بتقلل الجاب جونكشن كومباكتنس، يبقى تقلل الكونداكتيفيتي اللي في الهارت. الهيدروجين ايون كونسنتريشن بتأفكت لما نيجي ناخد الريسبيريشن بتأفكت الافينيتي اوف هيموجلوبين تو اكسجين، وده تاثير اسمه بوهرز افكت. يقول لك عند التيشو
بيزيد الهيدروجين ايون كونسنتريشن. احنا عندنا دلوقتي وليكن ده الهيموجلوبين اهو وماسك في الاكسجين، عند التيشو بيزيد الهيدروجين ايون كونسنتريشن في اسيدوزس، فبتقل الافينيتي اوف هيموجلوبين تو اكسجين فيسيب الاكسجين للتيشو، وده من رحمه ربنا. عند اللنج العكس، الهيدروجين ايون كونسنتريشن بتقل فتزيد الافينيتي اوف هيموجلوبين تو ايه؟ تو اكسجين، فيمسك الاكسجين الهيموجلوبين في الاكسجين بيديه اسنانه عشان يقدر ينقله. يبقى بالتالي الهيدروجين ايون كونسنتريشن بتأفكت ايه؟ الافينيتي اوف هيموجلوبين تو اكسجين، وده قلت عليه حاجه اسمها اوهرز ايه؟ اوهرز افكت. هل الكلام اللي انا قلته ده كل حاجه؟ قال لك لا، ترى دي جاست اكزامبل. يبقى في الاكسترا سيلر افكتس قلنا اكزامبل ان الهيدروجين ايون كونسنتريشن بتأفكت الاكتيفيتيز of enzymes and contractile proteins، بتأفكت levels of other ions زي البوتاسيوم والكالسيوم، بتأفكت الاكتيفيتي of many hormones زي الانسولين والابنفرين ومن drugs زي الديجيتاليس، بتأفكت الكاردياك contractility عن طريق affecting الكالسيوم كالسيوم ion conductance او transport او انفلاكس، بتأفكت الدايمتر اوف ارتيولز، بتأفكت الكوندكشن اوف كاردياك امبلس، بتأفكت الافينيتي اوف هيموجلوبين تو اكسجين اللي انا قلت عليه البوهرز افكت. طيب انا النهارده كده اتكلمت على البي اتش معناها ايه؟ السورسز of hydrogen ion والimportance of hydrogen ions. طيب هل الهيدروجين ايونز ان انا احافظ عليها عند مستوى معين في الجسم ده مهم؟ طبعا ده انا قلت الاهميه بتاعتهم اهو، انا قلت الهيدروجين ايون مهم عشان الاكتيفيتي اوف ايه كذا كذا كذا، مهم علشان ايه الكوندكت، مهم عشان كارديا كونتاكتيلي، مهم عشان دايمتر اوف ارتريوز. طيب بالتالي يبقى انا ان انا احافظ على كونستانت بي اتش سواء في الاكسترا سيلر كومبارتمنت او الانترا سيلر كومبارتمنت دي غايه في الاهميه، دي لايف سيفنج. يبقى انا لحد دلوقتي عرفت ان انا عندي في البلاد اهو رينج معين من 7.35 للبي اتش الى 7.45 والمتوسط 7.4. اقل من ال 7.35 معناها ان هنبقى في الاسيدوزس، ازيد من 7.45 دخلت على الالكالوزس وده افكت البادي فانكشن. يبقى هاو ذا بادي كان مينتين ا كونستانت بي اتش اللي انا بقول عليه هيدروجين ايون هوميوستاسيس، تو مينتين هيدروجين ايون كونستانت كونسنتريشن كونستانت، بقول عليها هيدروجين ايون هوميوستاسيس، او بقول عليها مصطلح تاني اسمه اسيد بيز بالانس. ده موضوع المرات اللي جايه ان شاء الله. وفي اخر كلامنا على الاسيد بيز بالانس دايما بقول الاشياء بتعرف بمتضاداتها. انا الاول هتكلم على المينتنس اوف هيدروجين ايون والبي اتش كونستانت اللي انا بقول عليه هيدروجين ايون هوميوستاسيس او الميكانيزم اوف اسيد بيز بالانس. طب لو في اي سبب ادى الى اسيدوزس او اي سبب ادى الى الكالوزس الجسم يتصرف ازاي؟ ده هيبقى الجزء الاخير من محاضرات الاسيد بيز بالانس، هتبقى حاجه بعنوان اسيد بيز ديستربنس، هنتكلم فيها على الاسيدوزس انواعها والالكالوزس بانواعها وازاي الجسم بيحاول يتغلب على الاسيدوزس والالكالوزس.
يبقى انا بالتالي لو خدت سؤال بسيط كده ام اس كيو كاكزامبل للكلام اللي احنا قلناه عشان اشوف هل انا استفدت حاجه ولا لا. وزي ما دايما بقول مش مجرد اذاكر وخلاص، لا لازم اطبق على اللي انا ذاكرته، ان انا احاول احل اسئله ام اس كيو، واحاول ايه لو في نقطه اقدر اجاوبها كسؤال شرط قيسي واشوف انا فاكر الكلام اللي ذاكرته ولا لا يبقى كويس. لو خدنا مثال وقلنا نورمال بلد بي اتش از، وجبنا جبنا خيارات كده 7.2 7.4 7.6 نورمال بلد بي اتش، هل هي 7 ولا 7.2 7.4 7.6؟ طبعا 7.4. يبقى انا النهارده اتكلمت على ايه؟ على البي اتش از ا ديفينيشن، اتكلمت على السورسز اوف هيدروجين اين ان ذا بودي، اتكلمت على الامبورتنس اوف هيدروجين اين في البادي، والمره الجايه اللي ايش ان شاء الله نكمل موضوع الاسيد بيز بالانس. للتواصل عبر الموقع خافض لدوت احلى منتدى دوت نت، وعلى الفيسبوك سوق في سيرج جروب، وعلى اليوتيوب دكتور خالد ايه ابو الفضل تشانل، وعلى التليجرام سوق في سيرج جروب. نسالكم صالح الدعاء.